ابو محمود مسكين كل اسبوع برن علي جمال جمال الخنازير بيجين هان بخلص له على الزراعات زرع ابو محمود بربي غنم وبزرع بيكا وبزرع شعير وبزرع كل شيء وبيجين الخنازير بكلهم وبيطلع بس ابو محمود عصا السلاح تبعه العصا والكلب هذا يعني بيجي ابو محمود مسكين بطرهم وروح بنام بردن برجعن بيجي بطرهن بروح بنام بردن برجعن يعني لازم يلاقوا حل لكل المزارعين في فلسطين حرام بس ما حدا سائل بعين الله ابو محمود شكل طلعات جفنهم ابو محمود وينهم هاي بصور يا رب طب لف بنات لف بنات يا زلمه انتم من غير جاليني على الكشاف المعنى كوي فيش شيء ما بحرت ما جابش الرمض عرك الرمض شو الاخبار سلام على التحيه ما عرفت لا على الفاضي هذا ايوه ابو محمود تفضل شو الوضع كيف طلع بعيد عنك شو معك 50 يعني صرع هذا صرع لك كله هذا زبل زبل جبلت حوالي 8000 شيكل زبل شرب وبيكا وحراس وناكل ونفرق فيه محطة يعني بتفين السيارة يعني تقريبا 25000 شيكل بتكلفني هذا ولو بدي اشتري بلات من الصباح كل ليلة انت بتيجي تطر الخنازير لحالك في العصاي اسمع لو انت كعادة طب بتخافش منهم يهجموا عليك بيهجموا طبيعي بيهجموا طب دير بالك قديش تتعلق في الوعر يعني مخاسرك زي ما تقول يعني انا مخاسر السنة تقريبا راحت راح كل هبط كل هبط كان كم خنزير بدكم مع بعض؟ ما له قارب تقريبا بدك تقول من 40 60 30 حسب والله مشكلة رحنا احنا كشفنا غياد شكل طلعة في واحد مدعوس غاد جنب الطريق هذا بده يحكي قبل يومين تعرف لكن طلعات من هنا طب ليش ما تروحوا انت وكم مزارع ابو محمود تشوفوا حدا من المسؤولين على الفاضي الصحة على الفاضي على الفاضي اول شيء في السموم وثاني شيء لو في عندك سم بدك تجيب السم من طلعاتك والسم هان فبدي اموت في ارضها شو بدك كيما لازم دفن حرك ودفن في الارض لازم هذا البلديه تشارك معك تيجي تحلف الجرافه وتدفن في المكب يعني يا عم البلديه انا متاكد انه مش راح تقصر البلديه بتيجي بتكمل اذا ما تتكسرش يعني كبلديه بس مجالش كرويه لازم هذا الموضوع من من وزاره الزراعه بشكل عام هذا لازم يتعمم على جميع الكرة على جميع الكرة مش عندي انا لو سميت هان ولو سويت اي وسيله الفاضي بس هذا بشكل عام بدك انت تشتغل على الموضوع يعني انت اقتلها عن بكره بيجي واحد غيره عيد الهان ارجع 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 هناك عيد لفوق ولك لهين ايوه هيك ارجع يا استنى وقف خل الضوء كشي ابو مشيط مشيط يا زلمه كريم هات مشيط انا احسن ماشي يا كريم مو هو يا ضي يا كيت هيو 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 امشي 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 هيو قدامنا كريم هالكد امسك وركز عليه يلا يا زب الله لا ركز 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 عليه كريم ركز عليه جمال استنى ركز ابراهيم خليه يطلع لا لا في الزرع لا في الزرع لا حلو الزرع لا
دور على تلفوني دوا والله حبه واحده في دماغته في الزرعه جا دوا هكذا جابوا يقتلها وكيف الصوت هذا الكشافات في لوكسات تلفوناتي لا لا غدا عيال تلفونك ابراهيم وثاني تجيب الثاني تبعي يلا كل ابوك يا كريم هاي طخينا له يلا الخنزير كيف وين تلفوني الثانيه ضيعت تلفوني انا هذا الخنزير مجنن ابو محمود مخرب له الزرعات مسكين هات نشوف أنا تلفون يا زلمه بدي ارن على رقمي تلفوني هذا استنى فدر اطفي الكشافات لا تروح تطريت السياره مبين لما هاي آه. طبع برن تلفونه برن طب اسمع اطفي ابو المجد ابو المجد اطفي ابو المجد اطفي السياره شوي اطفي ابراهيم اطفي الكشافات اطفي اسمعوا 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 قديش تلفون ابوك يا كريم يلا روح عليه هات تلفون ابوك يلا روح ناخذ كره تذكاريه جنبك تعال ابو امشي تعال تعال بالوفيه معك كمان تلفون ابو المجد اضوي تلفون ابو المجد قوي لا قديش معك ابو هيا هذا مو تلفوني معي تلفوني اه تلفوني هات تلفونك ابو حمود كبير استنى كود تش طلعت روحها 0599 طبعا ملايكه معك فلوس الخنزير 0599 هات بسرعه في معك كارت ابراهيم اه 0599 اه استنى 738 7 3 8 5 8 7 ايه اسمع بتتحرك لسه هاي تمام تقوم قديش اخر شيء 7 5 8 اه 7 5 9 9 7 3 8 لا 5 8 7 عيد 0 5 9 9 7 3 فيها شوي 8 وين حطها 8 7 خلاص 8 7 اه شوي هيدا لعب بلعب لسه فيها شوية روح اسمعت نفة طويلة فيها روح الساعة ذكر ولا انسى مش عارف ابعد عنها ما بعصناهاش كيف لك ابوي في الغطفة باتشر هون باتشر والمتشر علي نياب خلا ما جاش خلا بفصل فطلاك بحكي بتلفون بيجوز يا برنا هذا يا دير رجعنا طلع طلع النياب اللي عليه صوروا بس شوف نيابه شوف نيابه ذكر كبير هذا صورها ونزلها ابو محمود جمال معك جمال شكلي ست تلفوني ولا ضيعته اسمع هاي طخيت لك اياه الخنزير فيش غير واحد بس وكيا فين في الزرع هيو تلفون ابراهيم يا زلمة نسيت تلفوني في البراكس هذاك الثاني يا زلمة فيش غير واحد هيو طخناه ملكناش غيره كد البغل اضوى شوف اضوى يلا وهو محله ارتمى ظل محله شكلك طلع فوق كله شرط فوق وين 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 اللي اسمع وين وانت جاي الدار هاي اللي اول الزرع من فوق كله اول الزرع من فوق اول الزرع من فوق من على اليمين على اليمين على الطرف هاي اول الزرع كريم بيعرف وينه بس بده حرك هذا ماشي صراحه هاي بشر هذا يكون روحه كيمنا الكيت يا معلم اوعى كام اشردوا صور عادي ابراهيم ولا فيش فلاش صورني على التلفون مليان برغيث كراد يا معلم شوف مليان برغيث وكراد يا باي شو عليه برغوت وكراد قاعد نشلف كم من انت مكر في الخنزير يلا بسرعه حرك في روح ابراهيم مش واضح اشي صور فيديو تلفون ابو المجد فلاش ابو المجد هي كيف صور فيه صور مضواش جرب ابراهيم جرب خذ ضوي مبين